اليوم سنتعرف على بعض أدوات البيض. والآن بما سنبدأ؟ لما لا نبدأ بمؤقت البيض لنرى ما يمكنه فعله؟ إنه أداة ممتازة وهكذا يعمل. عند سلق البيض ضع المؤقت في نفس الوقت مع البيض، ثم سخنوا الماء. مع زيادة سخونة الماء سيتغير لون المؤقت من الخارج. لو سرعنا الصورة سترون أنه يتحول إلى الأبيض، ومع مرور الوقت تصغر الدائرة الحمراء أكثر. هذا لا يفيد فقط في معرفة أن البيض ينضج، ولكن مدى النضوج أيضاً. اختاروا بين صفار صلب أو سائل أو متوسط. عندما تصغر الدائرة الحمراء إلى المنتصف يكون الصفار ناضج وصلب تماماً. لنرفعها عن النار، نأخذ بيضة ونضعها في ماء بارد. برفق، فلا نريد أن نكسرها. نضع المؤقت معها أيضاً، والآن نتركها تبرد وننتقل إلى فاصل البيض. نحضر بيضة طازجة ونضعها في الفاصل ونضغط اليد ببساطة. الشفرة تدخل في القشرة وتفصلها وتدع المحتويات تخرج. بسيطة صح؟ أداة ممتازة. لنجرب مستخرج البيض. لنعد الآن إلى البيض المسلوق. بعد عدة دقائق يكون بارداً تماماً. نخرجه من الماء ونصفيه جيداً. هناك نتوء في قاعدة المستخرج. اطلبوا البيضة للجهة المدببة واضربوها على النتوء لتنكسر القشرة. ضعوا البيضة في المستخرج. ضعوا الغطاء واضغطوا بقوة للأسفل. لم يحدث شيء. لما لا نحدث شرخاً آخر بضربها على المنضدة؟ ونستخدم النتوء في كسر القشرة. ونجرب ثانية. لا، كان يجب أن تخرج من القشرة. لم تنجح هذه. لا عليكم، ربما الأداة التالية ستنجح. لنجرب ضارب البيض. إنه رائع ويده كبيضة عملاقة. نفتح الغطاء، نضع البيضة بالداخل، نعيد الغطاء، ثم نهز. الكرة الصفراء بالداخل تساعد في الضرب. نتركه للحظات ثم نفتح الغطاء، وهكذا أصبح جاهزاً للقلي. أعجبني هذا. والآن نجرب. لما لا نجرب كلاهما؟ هذه الأداة تفصل صفار البيض عن البياض. نكسر البيضة، ندع الصفار يسقط في ملعقة المنتصف، والبياض ينزلق من الحواف. إن هذه تعمل جيداً. تعجبني تلك الحافة، تساعد في كسر القشرة. والآن كيف تعمل سمكة الصفار؟ نضغط على السمكة ونضعها على الصفار، نرفعها ثم نضغط. شاهدوها عن قرب. هذه تعمل بقوة الشفط. وهكذا، هذه أدوات بيض ممتازة. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، ويمكنكم تفقد قناتنا للمزيد من الفيديوهات، وأخبرونا في التعليقات عما تريدون مشاهدته. اليوم سنصنع البيضة النطاطة. لا أظنكم فكرتم في جعل البيضة تنط، لكن الأمر بسيط.
سنحتاج إلى بيضة نيئة وخل أبيض ووعاء. نضع البيضة في الوعاء ونضع عليها الخل الأبيض. تأكدوا من أن الخل يغطي البيضة تماماً. والآن سنتركها ل24 ساعة. لكن خلال هذا، لما لا ننظر على البيضة في الوعاء؟ ستجدون الفقاعات تتكون على سطح البيضة وتطفو إلى السطح. هذا لأن الخل يحتوي على مركب يذيب أحد مكونات قشرة البيضة. ومع الوقت، سترون أجزاء من القشرة تطفو على السطح. بعد 24 ساعة، أخرجوا البيضة من الخل، وبحرص نظفوها من أي بقايا لازالت عالقة من القشرة. ومن الأفضل أن تذوب القشرة بالكامل، وما يتبقى هو بيضة طرية ونطاطة. لو سقطت من ارتفاع بسيط لبضع سنتيمترات، ستجدونها تقفز وتتدحرج وكأنها كرة. هذا لأن حتى مع غياب القشرة، الغشاء الداخلي للقشرة لا زال يمسك بمحتويات البيضة. ستجدون أنها قوية بعض الشيء. يمكنكم ضغطها وقذفها ودحرجتها، ويمكنكم رؤية الصفار يطفو في الداخل. ولإثبات أنها ليست خدعة، لو سقطت من ارتفاع كبير ستنفجر. ستجدون أن القشرة رقيقة جداً، لكنها مطاطة وقوية. رائعة، صح؟ وهكذا تحصلون على البيضة النطاطة. اليوم سأريكم كيف تصنعون شمعة بالبرتقال. لن تحتاجوا إلى فتيلة وشمع لصنعها. في هذه التجربة ستحتاجون إلى كبريت وبرتقالة وسكين وبعضاً من زيت الزيتون. بالسكين قوموا بتقطيع البرتقالة عميقاً بجوار القشرة ليس أكثر. احرصوا على إزالتها تماماً، ثم بإبهامكم أكملوا إزالة البرتقالة تحت القشرة مباشرة. كونوا حريصين، نريد إزالتها لكننا نريد المحافظة على الساق في المركز متعلقة بالقشرة، سنستفيد منها لاحقاً. لذا بحرص قوموا بفصل نصفي البرتقالة. وأزيلوا البرتقالة من القشرة، أديروها وسترون الساق، ما زالت متصلة بالقشرة، وهكذا بسهولة. سيكون لديكم ما يشبه الفطر المقلوب. املأوه بزيت الزيتون، تأكدوا أن الزيت يغطي ساق البرتقالة. وبالكبريت قوموا بإشعال الساق. ربما ستأخذ وقتاً، كونوا صبورين. وفي النهاية ستشتعل الساق لأنها ستعمل كشمع طبيعي بواسطة تبخر الشمع. وهنا تبخر زيت الزيتون. استخدموا النصف الآخر لحمايتها لتبقى مشتعلة فترة أطول. إذن هكذا تصنع شمعة البرتقال. يمكنكم ابتكار شمعتكم الخاصة. كل هذه التجارب سنستخدم فيها الماء وبعض المكونات الإضافية. في التجربة الأولى سنحتاج كوبين صغيرين ولوني طعام مختلفين. في الأول سنصب ماءً بارداً، وفي الآخر الماء الساخن. نضع قطرات اللون في الماء الساخن ونضع اللون الآخر في الماء البارد.
تشاهدون الفرق بوضوح. اللون في الماء البارد لا يمتزج. نقلب المزيج باستخدام شيء صغير. في النهاية سيمتزج اللون مع الماء. نضع ورقاً مقوى على كوب الماء الساخن. نقلبه ونضعه على كوب الماء البارد. تأكدوا من أن حافة الكوبين تتطابق تماماً. ثم اسحبوا الورقة بحرص شديد. انظروا، الماء يبقى في مكانه. هذا لأن الماء البارد أثقل من الساخن، لذا يبقى في الأسفل. في التجربة التالية سنحتاج لألوان الطعام وقطارة وزيت طعام ووعاء زجاجي كبير ووعاء من الماء ومهدئ لحموضة المعدة. نحضر زيت الطعام ونضع قدراً كافياً في الوعاء الزجاجي. استخدمت لتراً تقريباً. ثم نضيف الماء إلى الزيت. سترون أنه يتجمع في القاع مثل الحبات الصغيرة. ثم نضع اللون على الزيت. سيسقط مباشرة إلى القاع. والآن نضع مهدئ حموضة المعدة. وهكذا نصنع مصباح اللافا. مهدئ الحموضة يتفاعل مع الماء في قاع الزيت. الغازات الناتجة من التفاعل تصنع الفقاعات وتصعد إلى السطح وتحمل معها ألوان الطعام. أحب هذه التجربة، تبدو رائعة. والآن في التجربة التالية سنحتاج إلى ماء الصودا وبعض العنب. نفتح ماء الصودا. احترسوا من الفوران. ضعوا العنب في الداخل. سترون العنب يرقص. هذا لأن فقاعات الغاز الصغيرة تحبس تحت قشرة العنب، مما يجعله خفيفاً ويصعد به إلى السطح. وعندما يصطدم بالسطح تنفجر الفقاعات فيسقط مجدداً. أليست مسلية؟ في التجربة التالية سنحتاج لقارورة ماء وكوبين من الزجاج ووردتين ولوني طعام مختلفين. ضعوا بعضاً من كل لون في كل كوب. أستخدم الأحمر والأزرق. أضيف الماء لتحصلوا على ماء ملون. ضعوا نفس عدد الورود في كل كوب. ضعوها في صينية وخذوها للخارج. ضعوها في مكان مشمس لتحصل على ضوء كافي. الضوء سيغذي الورود. اتركوها ليوم مثلاً. وانظروا لهذا، أحد الورود تلونت بالأزرق. هذه طريقة سهلة لتلون الورود كما تحبون. يبدو أن الورود الأخرى لم تمتص اللون الأحمر كما حدث مع الأزرق. لا أعرف السبب.